مرة سحابة أيوة قابلت سحابة قالت لها أنت مرتبطة؟ قالت لها لا خلينا سحاب. غلط 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 أنا ماليش دعوة بيها. يعني زي لا بص هقول لك على حاجه انتصار هقول لك على حاجه مهمه قوي. معلش معلش مش بكامل طاقتي بقى. انت هتتعصب. ممكن هي تقولها هي بقى ممكن تقولها ممكن تنقذك. اه لا مش نكته خالص بقى احنا عايزين موهبه. اه قلد لنا حد ما قلدتوش قبل كده. ما قلدتوش قبل كده؟ اه اقول لك على حاجه اليسا لو تعرفوا لو يوم يا بلكو سالوا ليه الايام ياخدوا. طب ادينا حته هايفه بقى يلا هايفه. فخد بالك دي قادرة تغيب وزي ما ماسكة فيك حتسيب وتبعد عادي وتعندك وما يكون لكش فيها نصيب. الله الله لا 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 بصراحة طلعني بقى من هنا. بسطيني 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 بس بجد بجد تستاهلوا العقاب. افتح الكوبري. طيب لا طلعوها امسكي 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 في البتاع امسكي في البتاع ايوه امسكي 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 بيتك. ايه القرف اللي احنا بنعمله ده؟ ايه اللي حصل يا بنات؟ لو انت رامز هيشوفه انتصار هو انت ما بتعرفيش تعومي؟ يا رامز والله مع ناس مضغطه من كده. امسكيها امسكيها ايوه اسحبيها على الحيط امسكي في السور امسكي في السور بس امسكي في السور بس عمليه انقاذ درفيل. ده مؤذي ده ابن عم مؤذي؟ اه مين اللي قالك؟ ده بالمنقار ده عم بيموت. لا بالعكس ده ابن عم ده بنعمل منه مخدات. بحبك يا انتصار وانت مؤدبة. ماشي يا رامي. في أي اعتراض ولا حاجة يا انتصار؟ لا بجد؟ لا انت ليه مطيعة قوي كده؟ خايفة لا خايفة تنقر بس. ايوه خليكوا كده تعلموا الادب يا اولالات الادب. اخر مره اي واحده هلاقي فيها خبر خناقه او انستجرام او مايو او حاجه هخلي ايامكم سوده.